هاي. تايوان جزيرة قريبة من الصين، لكن رغم هالقرب الجغرافي العلاقة بيناتهم متوترة كتير، لدرجة أن الصين منعتها تكون موجودة بالأمم المتحدة كونها بتعتبرها مقاطعة صينية. تتعرض تايوان لأكثر من 1000 زلزال بالسنة، وبالصيف بتشتت تقريباً كل يوم. سكان تايوان بيلبسوا أقنعة من قبل كوفيد-19 بكتير حتى يحموا حالهم من الأمراض، بما أنه التلوث فيها هو من الأسوأ بالعالم. رغم أنه نظام الرعاية الصحية بهالبلد يعتبر من الأفضل، إلا أنه التايوانيين بيسجلوا أعلى نسبة إصابة بسرطان الفم والحلق بآسيا. بتشكل النساء 50% من القوة العاملة بتايوان، وهالنسبة هي من الأعلى بين الدول المتقدمة. وبتايوان اللون الأبيض هو اللون يلي بيدل على الموت، ورقم 4 هو رقم التشاؤم. مين قال أنه بتايوان 12% من السكان اسمهم تشين؟ أنا قال. أشوفكم بكرة.